عن جلسة اليوم، الموقف الأول والأهم لأعضاء البرلمان هو لابد من إدراج فقرة تعديل قانون المتقاعدين القسريين الذين أجبرتهم الدولة على ترك وظائفهم من دون وجهة حق. ثلاثة مواليد وجدوا نفسهم في الشارع على حين غرة فجأة، و261 ألف موظف وموظفة أجبروا على ترك الدوام. هذا مطلب شعبي ومطلب وطني. من الوعيب أن نقف متفرجين على إخواننا المتقاعدين وهم بهذه الحالة. إذن لابد من إدراج قبل موضوع التصويت على الكابينة وإكمال الكابينة، هاي مجرد ديكور. أما الموضوع الأساسي فهو موضوع انتشال عوائل 261 عائلة من الفقر الذي أجبروا أدخلوا فيه عنوة. نعم، ما لي علاقة بالموازنة، الموازنة لتذهب الموازنة إلى البحر. الأهم أهم موضوع يفترض أن ينادي به الشعب العراقي كله هو المطالبة بحقوق المتقاعدين الذين أجبروا على التقاعد. انتهت نقطة، رأى السطر.